على السلامة يا ست الستات. الله يسلمك يا نادي. نورت بيتك يا دكتور احمد. عامل ايه يا ام الخير؟ كل خير. انا بخير طول ما اولادي مبسوطين وفرحانين ومزقططين. بابا ما اتصلش بينا؟ اتصل بيك النهارده اكتر من 3 مرات ومنبه عليا اقول لك ما تسيبش البيت الا لما يكلمك. طيب. ولا هيزعل ولا حاجة. تلاقيه بس بيتكلم عشان يطمن ان احنا وصلنا. ما تغلطش نفسك يا احمد. انت عارف ان عمي عايش على الامل ده. لكن يا خسارة ما قدرتش احققه له. اولا دي حاجة بتاعت ربنا. وبعدين الموضوع ده ما يخصش حد غيري. وانا مكتفي بيكي وسعيد معاكي ومش ناقصني حاجة ابدا. انت ارقى انسان في العالم يا احمد. عمرك ما حسستني بعجزي، لكن انا حاسه بيك وعارفه انت قد ايه بتتالم عشان ما عندكش اولاد. يا حبيبه قلبي كل الكلام اللي انت بتقوليه ده من خيالك. صدقيني انا مش عايز غيرك انت وبس. احمد لو انت عايز عيل اتجوز، انا مش هزعل. صدقني مش هزعل. بتقولي ايه؟ مش معقول ما خلفلكش عيل وكمان احرمك من الاحساس ده. انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني، فاهمه؟ الجاموسه دي اخبارها ايه؟ بطلت 10 يا بيه. اذبحوها. حاضر. ودي 10 يا بيه. كويس قوي. يا بيه يا بيه. ايه يا ولد؟ مطلع التليفون يا بيه. كده سلامة. ها عملتوا ايه؟ مفيش امل خالص. ايوه عملنا كل انواع التحاليل والاشعه اللي في الدنيا. يعني اعمل ايه بس يا بابا؟ اشتري عيل؟ طيب طيب مع السلامه. ايه البخت المنايل ده يا رب. صباح الخير يا سعاده البيه. صباح النور. ايه الاخبار يا شكري؟ كل عالم يا رام يا سعاده البيه. وردت ايراد المحلك للبنك النهارده واتفقت مع اولاد ابو علام ما يشيلوش محصول الرمان الا بعد ما يدفعوا الفلوس الاول. طيب انا نازل اسكندريه قاعد 2 3 اطمن على البطاطس شحنت ولا لا؟ مش عاوز حاجه؟ تروح وتيجي بالسلامه سعاده البيه. بس عن اذنك يا سعاده البيه هنزل المركز وارجع بكره اخر النهار. ليه؟ اصل ابني عقبال احمد بيه خلف. خلف تاني؟ ما هو لسه مخلف من شهرين. ازاي يا بيه؟ الحكاية دي من سنة. وبقى عنده كام عيل دلوقتي؟ 5 يا بيه عقبال أحفادك. طب اديله 50 جنيه من الخزنة. وقول له بطل خلف. ده مش لاقي ياكل، هيوكل العيال دي كلها ازاي؟ يا بيه ربنا هو اللي بيرزق. ده احنا كلنا عايشين من خيرك. طب روح خليهم يجهزوا العربية. ربنا يخليك يا سعادة البيه. يعني مش لاقي ياكل، ربنا يرزقه بخمس عيال. وابني، ابن المنشاوي، ربنا يحرمه من عيل؟ ابدا مفيش. ازاي؟ ده انا غنيت لك الغنوة اللي طول عمرك كنت بتحبها وتنبسط لما تسمعها، لقيتك برضه متضايق، في ايه؟ صدقيني يا سوسن، اسم حسن منشاوي ده هينتهي للابد. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقيني حسن منشاوي ده اسمه هينتهي. زي اي اسم في الدنيا انتهى.
أنا مش فاهمة حاجة أبدا. عارفة يا سوسن، كلنا حنموت، بس كل واحد هيبقى له ذكرى، هيبقى له امتداد، هيبقى له حد يحمل اسمه. إلا أنا، أنا كسبت كتير وخسرت كتير وعملت ثروة ما تنتهيش، وعملت اسم زي الطبل، عملت حسن المنشاوي. اللي هيجيله يوم يموت وابني، ربنا يديله طولة العمر، هيجيله يوم يموت. بعد شوية محدش هيفتكر المنشاوي، والثروة الله أعلم محدش هيعرف هتروح فين، ما يهمنيش. لكن اللي يهمني اسمي، اسم المنشاوي محدش يعمله، محدش هيقول أنا جدي فلان. ده اللي مأثر فيا يا سوسن. ربنا يديلك طولة العمر. أنا عارف العمر هيجيله يوم وينتهي، ما يهمنيش. كل نفسي اطمن عليه شجر من صلبي قبل ما اموت. نفسي اشوف لي حفيد باي ثمن في الدنيا. تصبح على خير. والله انا مش مسؤول، اتصرف. هو المرحوم يتجوز ويخلف وانا اشيل همه؟ يا شاطره انت يا بنتي. زي والدك، انا شايفك تعبانه قوي وانت زي بنتي. قولي لي انت رايحه فين؟ مش عارف. طب ساكنه فين؟ ساكنه في المنصوره. مالكيش حد هنا؟ عم. وفين عمك ده؟ ساكن في العماره دي. طب ونازله في وقت زي ده؟ في يا بنتي احكي لي. طب تعالي معايا، انا شايفك انك تعبانه قوي. تعالي احكي لي حكايتك، يمكن اقدر اساعدك. تعالي. مساء الخير. مساء النور يا حسن بيه. عاوزك تحجز لي اوضه للانسه. تحت امرك يا بيه. الرستورا فاتح؟ نفتحه لسعادتك. طيب. اليوم عشان كده اكلت الاكل كله. طب قومي نامي عشان تستريحي. تصبح على خير. وانت بنام. ايه اللي يخليني اجيب بنت معرفهاش واحجز لها اوضه في اللوكاندا؟ منك لله يا عم، انت السبب في اللي انا فيه دلوقتي. طب لو ما كنتش قابلت الراجل ده كنت هنام فين دلوقتي؟ طب ما يمكن البنت دي تكون حراميه ولا وراها مصيبه، وشها البريء ده وراه حاجات كتير. اجي مع راجل غريب معرفوش في لوكاندا، مش يمكن؟
ده باين عليه راجل طيب. الناس الكبار اللي زي حالاتي يقوموا بدري. لا ابدا، ده انا صاحيه ومستنيه حضرتك. ايه عامله ايه دلوقتي؟ كويسه؟ الحمد لله. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على اللي عملته معايا، بس انا ليا الحقيقه انا ليا طلب عند حضرتك ومكسوفه اقوله. مكسوفه من ايه؟ انا عايزاك تسلفني 125 قرش بس، والله العظيم ثلاثة ان انا هبعتهم لك بس اول الشهر. هتعملي بيهم ايه؟ هركب بيهم للمنصورة. انا تحت امرك، بس عاوز اعرف ايه حكايتك بالظبط. ليه؟ مش يمكن اقدر اساعدك؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ انا حكايتي ملهاش حل. ياه، ده انت متشائمة قوي. هي دي الحقيقة. معلش عشان خاطري احكي الحكاية. كان عندنا بيت صغير بيبص على البحر. ابويا كان بيكسب كويس لانه كان بيشتغل في المينا. فجأة لقينا نفسنا عايشين في خيام تحت استاد المنصورة، انا وامي وابويا واختي اللي بترضع. عشنا ايام والمجاري بتطفح علينا. قرر ابويا يسافر على مصر يدور على شغل، بس ما رجعش. قالوا انه مات، يمكن زحم مصر أكلوا. اشتغلت في البيوت علشان أقدر أعيش أنا وأمي وأختي، علشان ناكل. المهم ضاعت كل أحلامي، ما قدرتش أبقى دكتورة. ما بقاش عندي غير حلم واحد، إني أعيش أمي وأقدر أخلي أختي دكتورة. أدي حكايتي ببساطة. طب وأنت بتشتغلي إيه دلوقتي؟ بياعة في محل ماني فاتورة. وبتكسبي كام في الشهر؟ 14 جنيه. وايه اللي جابك اسكندريه؟ جيت لعمي علشان استلف منه، علشان ندفع ايجار الاوضتين اللي احنا عايشين فيهم، وعلشان ادفع الدين اللي عليا. طردني من غير ما يكلف خاطره يقول لي باتي للصبح، اصل بيته زحمه، مع اني ما عنديش مانع ابدا انام في المطبخ. المهم بات. طب اسمعي، انا هعرض عليك عرض هيغير لك حياتك كلها. ايه هو بقى العرض اللي هيغير حياتي كلها؟ شوفي، انا راجل غني قوي، عندي ارض وفلوس كتير والحمد لله، وعندي ابني الوحيد متجوز بقاله 5 سنين، وللاسف مراته ما بتخلفش ولا فيش امل انها تخلف. انا بعرض عليك انك تتجوزيه، مجرد ما تخلفي هيطلقك وتسيبي الطفل يتكتب باسم ابني ومراته، وانا هيبقى لي حفيد، وهديكي 20,000 جنيه. وليه ده كله؟ ما في ناس كتيرة متجوزين وما بيخلفوش وعايشين في منتهى السعادة وراضيين باللي كتبه ربنا. ازاي؟ يعني الثروة تضيع كلها واسم العيلة ينتهي؟ احنا ناس صعيدة ومحو الذكرى عار كبير قوي. ما دام مراته ما بتخلفش ونفسه في عيل، طب ما يتجوز عليها. مش ممكن، لان مراته دي بنت اخويا المتوفي، يعني بنت عمه، وانا موافقش ابدا انه يتجوز عليها واكسر بقلبها. وبنت اخوك دي غنيه؟ ايوه، لانها ورثت ثروه المرحوم اخويا. عشان كده خايف تزعلها تروح منكم الثروه. لا، ده مش السبب الوحيد، لاني بحبها زي ما بحب ابني بالظبط. يعني عايز تشتري طفل ب20,000 جنيه؟ شوفي، بفلوسي انا اقدر اشتري 100 طفل، لكن مش ممكن اوافق ان ثروتنا واسم عيلتنا يضيعوا. واذا انت ما وافقتيش هلاقي 100 واحده توافق. انما انا ارتحت لك
ومن عارفك من الصدفة تكون السبب في تغيير حياتك وحياتي. قلت ايه؟ ده كلام غريب قوي. طب اديني فرصة افكر. الحكاية مش عاوزة تفكير. تخيلي لما ابقى معاكي 20,000 جنيه، ده غير ان هديكي كل شهر 200 جنيه لغاية ما تخلفي. طب هرد عليك بكرة. انا هديكي نمرة التليفون وتبقي تكلميني بكرة. حاضر. خدي دول. متشكرة. انا عايزة 125 قرش بس. خديهم واشتري هدية لاختك. ايوه بس انا يمكن موافقش هرجع الفلوس دي كلها ازاي. يا ستي اعتبريهم هدية. بس انا متأكد انك هتوافقي. شوفي بفلوس انا اقدر اشتري 100 طفل، واذا انت موافقتيش هلاقي 100 واحدة توافق. شغلتيني عليكي. معلش يا ماما. اعمل ايه؟ قبل ما وصلت اسكندريه ما لقيتش عمي في البيت، ولما رجع متاخر مسك فيا علشان ابات. كتر خيره. ازاي صحته دلوقتي؟ كويس. يا ترى توفقتي معاه؟ اداني فلوس. بكره هدفع ايجار البيت وهسدد كل الديون اللي علينا. ربنا يديله. شفت يا ماما جبت لك ايه؟ جبت لك شال تحطيه على كتافك من البرد. ليه بس يا بنتي؟ كنت اشتريتي فستان لروحك. انا نايمه في السرير على طول، انت اللي بتخرجي بتشوفي الناس. انا برضه عندي. يا ماما عامله جابت لي ايه؟ الله، ربنا يخلي لكم عمكم ويرزقك بابن الحلال يا احلام. طب انا هروح استريح شويه يا ماما علشان تعبانه من السفر. طيب يا حبيبتي، ربنا يريح قلبك. الفستان الجديد قوم البسي قميص النوم. معلش يا ابي سيبيني ننجي النهارده، ده اول فستان تجيبولي من عيد اللي قبل قبل اللي فات. معلش يا حبيبتي قومي اقلعي علشان ما يتكرمش. طيب هقلعه بس هاخده في هضمي. والاخضر وفي كمان اصفر. مفيش احمر؟ لا. متشكرة. مع السلامة. ايوه يا فندم، موجود عندي. تليفون ليك يا حسن بيه. الو. ايوه احلام. الف مبروك، ربنا يتمم بخير. لا انا نازل مصر دلوقتي. طب دي واحده، اديني ورقه من فضلك. ورقه من فضلك. اهلا. قولي لي اتصل بيك ازاي؟ ايوه ايوه. طيب يا حبيبتي. طيب مع السلامة وألف مبروك. كفاية بقى يا ماما، كفاية بقى علشان خاطر. مش قادرة أتخيل إني ما أشوفكيش سنة بحالها، ده أنا ماليش غيرك أنت وأختك. معلش يا ماما، هالأيام بتمر، بس بعدها هقدر أريحك، هنقدر ناخد شقة كويسة، وهيبقى معايا فلوس علشان تعليم ليلى لما تكبر. بس الشركة دي مضمونة، يعني العقد مظبوط. ولا تسافري وتتبهدلي في الغربة؟ لا اطمني، هم هي شركة كويسة قوي وكبيرة واسمها معروف في الكويت كلها. اعمل ايه؟ باليد حيلة. يا الله دي حكمته. بس يا ماما بقى كفاية. انا بعمل ده كله علشان مين؟ مش علشانك انت وليلى. مش هقدر اشوفك كده، احسن بعدين هرفض ومش هروح. لا يا حبيبتي لا، سافري سافري، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة. بس ابعتيلي، انا خايفه لا اموت وانت في الغربه. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده بعد الشر، ربنا يديك كده طول عمرك. الدكتور احمد موجود؟ موجود يا فندم. نقول له مين حضرتك؟ انا والدي. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انا اسفه جدا، اصلا انا لسه جديده. اتفضل يا فندم.
دكتور. ألف شكر. مع السلامة. الله يسلمك. أهلا يا بابا. أهلا يا بابا. أهلا على السلامة. إزيك يا دكتور؟ اتفضل. وزي البلد واللي في البلد. كلهم بيسلموا عليك ومشتاقين لك أنت وأمال. على فكرة. أيوه. أمال كل يوم والتاني بتحلم بحضرتك. خير. خير وبركة طبعًا يا بابا. هو حد يطول يحلم بحضرتك. يا واد بطل بكش بقى. ربنا ما يحرمناش منك ابدا. طب انا هسيبك تشوف شغلك. لا انا خلاص شويه واخلص. طب وهتعمل ايه؟ هروح للغدا. يا مال هتفرح بيك قوي. أيه. وبالليل اخلص عياده بدري عشان ارجع واغلبك في الشطرنج. بقابلني. مفيش فايده يا عمي، مفيش فايده. ومفيش مستحيل. طب اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته في 5 سنين؟ القهوه يا سعاده البيت. اي خدمه يا بنتي؟ لا روحي انت يا ام الخير. بس لو سمحتي ما تتاخريش عليا الصبح. ما تاخدينيش يا بنتي، اصل العيال بيلخموني الصبح. ربنا يخليهم لك ويعوض عليك يا قادر يا كريم. مع السلامه. انا لقيت الحل يا امال. ارجوك يا عم كفايه، ما تخلينيش اتعلق بامل جديد وفي الاخر يطلع وهم. انا تعبت، تعبت من خيبه الامل. المره دي حقيقه مش امل. حقيقه مستخبيه ورا سراب. لا حقيقه مؤكده. ازاي بس يا عمي؟ عاوزك تفتحي مخك لكل كلمة هقولها لك وتوزنيها بميزان الدهب. يمشي على الدواء ده لمدة 15 يوم وبعدين اشوف. ميرسي يا دكتور. العفو. اشوفك تاني يا محمد. لا الدور الجاي هتكون خفيت ومش هديلك حقنة تاني. خلاص؟ مع السلامة يا أنا اتعذبت كتير لغاية ما ربنا هداني للحل ده. ولازم تساعديني يا أمال. أساعدك إزاي بس يا عمي؟ في إقناع أحمد. أنا اللي هقنعه. أيوه، أحمد بيحبك ومستحيل يرفض لك أي طلب. موافقتك أنت هتسهل كل حاجة. عايزني أطلب منه يتجوز عليا؟ بقول لك هيطلقها بمجرد ما تحمل، والعيل هيكتب باسمك أنت، هيتربى في حضنك، وهتبقي أمه قدام الدنيا كلها. هبقى أم. أنا عاوز أكمل لك سعادتك. ما تبصيش دلوقتي، انتوا لسه صغيرين، لكن احمد لازم هيجيله يوم ويحن العيل يحمل اسمه. انا بكده بضمن مستقبلك معاه. يا عم ده طلب غريب جدا. انا ما اقدرش استحمل اللي حضرتك بتقوله ده. انا نفسي قبل ما اموت يبقى لي حفيد عشان خاطري. ما تحرمنيش من ده، وما تحرميش احمد انه بقى اب. عارف ان ده صعب عليكي، لكن صدقيني انا بعمل كل ده عشان مصلحتكم. الليله تكلميه والصبح عاوز اخد رد منك بالموافقه. تصبح على خير. سيبيني انا احاول بطريقتي اعوضك عن ده. عاوزك تكلميني النهارده ضروري، لازم ننتهي من الحكايه دي خالص.
حاضر يا عمي، امرك. الكلام ده مش كلامك يا مال. ليه؟ هو انا مش ست زي كل الستات؟ ولا عشان عاجزه يبقى ما عنديش احساس؟ جري يا مال، انت ليه بتقولي كده؟ مش قادر اخبي عنك عذابي اكتر من كده. انا عايز اعرف بابا قال لك ايه بالظبط. عمي ما قاليش حاجه. يعني الفكره دي انت اللي فكرت فيها لوحدك؟ دي احسن طريقه نجيب بيها طفل. جاوبيني على سؤالي، الفكره دي انت اللي فكرت فيها ولا بابا؟ مش مهم مين اللي فكر. اسمعي يا مال، ما تخليش افكار بابا وتقاليده تنغص علينا حياتنا. عشان خاطري يا احمد، لو بتحبني صحيح ما تحرمنيش من الفرصه دي. فرصه ايه؟ ما تعالي يا مال. ارجوك يا احمد. خلاص، اذا كان نفسك في طفل نتبنى. نتبنى طفل غريب عننا، ولا ما يبقى من صلبك احسن. صلبي؟ اهي كلمه صلبك دي بتاعت بابا. ارجوك يا احمد، لازم توقف. لا، انا مستحيل اوافق على حاجه زي دي. ليه يا بابا؟ صدقني انا مش عايز عيال، لكن انا عايز ومش هسمح بزوال اسم من شاوي طول ما انا حي. انت ايه، عاوز تكون السبب في ضياع شجره العيله؟ دي جريمه، جريمه في حياه اجدادك. خلاص اتجوز حضرتك وخلف. اخلص يا اخي، تربيتي ليك وضيع عمري عليك. يا بابا انا ما غلطتش الا ما اتجوزت وانا في عز شبابي عشان اربيكم وارعاكم. عاوز نتجوز وانا رجل القبر عشان تصميمك على عصياني؟ احمد مش ممكن يا حضرتك ابدا. يا بابا ارجوك تفهمني. هي كلمه واحده، اسمع كلامي ولا لا؟ حاضر، هسمع كلامك، بس لما الاقي الست اللي توافقنا على كده. اتفضل. ايه رايك في الشقه؟ عجبتك؟ عجبتني؟ يا خرابي، ده انا بتهيألي اني بحلم. انا هعيش البيت ده كله؟ انا اجرتها لمده سنه وهتعيش فيها. ايه مالك؟ كان نفسي امي واختي يكونوا معايا دلوقتي. معلش، بكره هتعملي لهم بيت زي ده. انا هسيبك دلوقتي ترتاحي، وبكره هجيب المأذون ونبتدي اتفاق. ما يلزمكيش حاجه. شكرا قوي. على مول البيت فيه كل حاجه والتلاجه مليانه. خدي كل دول، انزلي اشتري كل اللي يلزمك، فساتين، هدوم، كل اللي انت عاوزاه. ربنا يخليك. وادي مفتاح الشقه، انا اذنك. مع الف سلامه. أنا شايف إن الغسيل كتير عليكي. طب ما تقوم تذاكر دروسك أحسن لك بقى. أنا خلصت كل الواجبات. بقول لك إيه، هاتي بوسة. بلاش اللي تأدب أحسن، والله لما تيجي أمك لأقول لها. وشكلها إيه بقى الست اللي قبلت الصفقة الشاذة دي؟ أنا مختار لك واحدة أحلى من بدر منور، ونتاجها هيكون شيء عظيم بإذن الله. نتاجها؟ أيوه. حضرتك بتتكلم عن النتاج زي ما تكون بهايم في زريبة حضرتك بالظبط. حتى في البني ادمين الواحد لازم ينقي وعاء جميل. وعاء؟ ايوه وعاء، ده انا متوصي بيك قوي. كش بالك. حضرتك كمان اجرت لها شقه؟ ما هو ما كانش ممكن تعيش معاكوا في المعادي. هو انا المفروض اني اعيش معاها؟ على الاقل لمده في الاول، علشان لازم تحصل الخلوه الشرعيه. احنا بعد ما نكتب كاتب الكتاب انا هروح اخد امال ونسافر على العزبه نقعد فتره. يا بابا انت بتستغل حبنا واحترامنا ليك.
ورغبتنا في تنفيذ كل طلباتك بشكل غلط. اللي بيحصل ده لعب بالنار. خلاص مش ممكن دلوقتي نتراجع. صدقني اللي بعمله ده لمصلحتك انت وامان، ولمصلحه عيله المنشاوي، ولمصلحه اجدادك. خش خش قدامي اتفضل. أحلام، الدكتور أحمد المنشاوي ابني. أهلا وسهلا. أهلا. ارتاح. تفضل. تفضل يا دكتور. لا زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة رسول الله. زوجيني نفسك. الحمد لله. أنا مقدر الموقف صعب عليكي، لكن زي ما قلنا مفيش حلاوة من غير نار. وأجيب القوة منين؟ وبعدين يا أمال بدل ما تفرحي أفرح. طبعا كلها كام يوم ويحصل مراد ونعلم في البلد كلها إنك حامل، وبعد كام شهر تستلمي ابنك اللي حيملى لنا حياتنا كلها. بس ده مش هيبقى ابن. الأم مش هي اللي بتخلف، الأم هي اللي بتربي. لما تربيه هترتبط بيه ومش هيعرف حد غيرك. كنت أفضل إني أموت ولا إني أسيب جوزي لوحدة تانية. قلتلك ما تبقيش عبيطة، دي مش أكتر من وعاء. طب لو سمحت عايز أعدي عليه أشوفه. أيوة بس مش وقته. أرجوك يا عمي لازم أشوفه دلوقتي. حاضر. لا خليك يا عم انا هطلع لوحدي. اجي معاك يا بنتي. لا ارجوك انا عايز اودع. هي الشقه نمره كام؟ الدور الرابع شقه 15. طيب عايز سؤال. طب يا شاطر. تعالي
انا عايزاكي. افندم انت عارفه انا مين؟ مدام امال. مدام الدكتور احمد. عارفه. يمكن تكوني ناسيه او تحاولي تنسي الحقيقه دي في يوم من الايام. حياتك تقصدي تقولي ايه؟ اقصد افهمك انت هنا واللي حصل ده كله تم بعد موافقتي انا. انت بالنسبه لاحمد مجرد وعاء وعمرك ما هتزيدي عن كده ابدا. انت قابضه ثمن الدور اللي بتلعبيه. انما انا مراته وحبيبته وهفضل طول عمري كده. فاهمه؟ خلاص. في حاجه تانية نفسك تقوليها؟ يعني ايه؟ يعني انا مستنيه حضرتك لما تخلصي كل اللي نفسك تقوليه. انا خلاص خلصت كل اللي انا عايزه اقوله. عن اذنكم. ليه عملتي كده؟ ايه؟ اتضايقت عشانها؟ لا ابدا. انا اتضايقت عشانك انت. اللي عملتيه ده حسسني انك متضايقه. وانا ما وافقتش على ده غير عشانك انت. وانت اللي غصبتيني على كده. ومين قال لك اني متضايقه؟ انا متاكده انك بتحبني وهتفضل تحبني طول عمرك. طبعا يا روحي. اشوف وشك بخير. هستناك تكلمني بكره. تفهميني ان عندك احساس؟ انت احقر مخلوقه شفتها في حياتي. انت مش ممكن تكوني انسانه. انا عمري ما شفت ولا هشوف انسانه شاذه زيك. ارجوك كفايه تجريح. تجريح ايه؟ انت لو كان عندك احساس ما كنتيش تفكري تبيعي ضلاكي ابدا. انا ببيع ضلايا لاني محتاجه الفلوس. لا، لانك جشعه. حبك للفلوس عماك يموت احساسك. صح، لاني ما اتولدتش ببق معلقه ذهب، لاني ما طلعتش بنت المنشاوي اصحاب الملايين اللي بيشتروا بفلوسهم بني ادمين. ما تحاوليش تبررلي جشعك بحجه الفقر. ارجوك ما تتكلمش عن الفقر لانك ما تعرفوش. دي فاكراني هاكل من الكلام ده؟ الحره تجوع ولا تعملش اللي انت عملتيه ده. حضرتك جربت الجوع؟ جربت وانت طفل تشتهي رغيف حاف؟ عمرك شلت طفل على كتافك واتمرمطت بيها في بيوت الخدمه؟ ولا عمرك حسيت وانت عندك 12 سنة انك مسؤول عن ام وطفلة؟ ولا كانوا بيحطوك في السرير وبيدفوك وبيجيبوا لك شوكولاتة ولعب؟ ما تتكلم يا بيه يا ابن الاكابر. الو. ايوه يا سعاد، ايه الاخبار كده؟ طيب خليك قاعده جنبها، انا جاي حالا. مع السلامه. كان ممكن يا احمد بتقول لي امشي بدل ما تهني كده. انا اسف، معلش، انا مضطر انزل المستشفى دلوقتي. مش عايز اي حاجه. البيت فيه كل حاجه. طيب عندي سنك. مع السلامه. Thank you.
ايه اللي بعدك هنا؟ مستنياك عشان احضر لك العشاء. ما كانش له لازمه انك تتعبي نفسك. ما هو مش معقول تتعب نفسك وانا موجوده. انا ملكك. انت ناسي انك مشتريني بفلوسك. انا بعتذر لك على الكلام اللي قلته. انت ما غلطتش. هي دي الحقيقه. هجيب لك تتعشى. الموقف ده وخليتني اسمع كل الاهانات دي. ده انا ما كنتش طول النهار ومش هتعشى لو ما قعدتيش معايا. ارجوك. حاضر حاضر عشان تاكل. الو الو، من فضلك انا طالبه مصر 26156 بقالي اكتر من ساعه. ارجوك استعجلها لي. ايوه انا امال المنشاوي. متشكرة أوي. ألو، إيه ده يا أحمد؟ أنت لسه نايم لحد دلوقتي؟ لا يا حبيبتي أنا صاحي. ثم إن الساعة لسه ما جاتش 7. أنا آسفة اللي قلقتك يوم صباحيتك، بس أنا ما نمتش طول الليل وكنت منتظرة إن أنت اللي تكلمني. يا حبيبتي والله أنا كنت هطلبك دلوقتي. اللي حصل امبارح يا أحمد؟ احكي لي، احكي لي بالتفصيل. أحكي لك إيه بس؟ وحياتك ما حصل حاجة. يا أحمد أرجوك ما تكذبش عليا. ريحني، أنا عارفة كل حاجة. كنت مبسوط معاها. بقول لك كنت مبسوط معاها. انت بتقولي ايه يا امان؟ انا عملت كل ده علشانك وانا مستعد الغي كل حاجه دلوقتي، بس ما تعمليش في نفسك كده. لا يا احمد لا. ايوه مكالمه تانيه من فضلك. قول لي يا احمد بتحبني ولا لا؟ يعني ممكن تنساني؟ ممكن واحده تانيه تخليك تنساني؟ طب احلف بحياتي. وحياه امال بحبك قوي، مش ممكن احب حد غيرك. وبعدين يا امان ارجوك عشان خاطري ما تعمليش في نفسك كده، ما تخلينيش احس ان انا سبب في اي الم ليكي. لا انا كويس كويس خالص. مع السلامه يا احمد. مع السلامه. استني معلش عايز اكلم. استني استني. ايوه ايه الاخبار؟ كله تمام؟ ليه بس؟ شد حيلك يا احمد. بقول لك ايه؟ اسم العيله كله في رقبتك دلوقتي. انا نفسي افرح قوي، قالي حفيده واد. يلا. البقره دي عشرت خلاص؟ لسه يا سعاده البيت. وسايبها لوحداني من غير الطول. مش قابلين بعض يا سعاده البيت، كل ما نحطهم مع بعض تحصل مصيبه بينهم. اسمع الكلام، حطهم مع بعض هم هيكتفوا. انا عاوز البقرة دي تتعشر بأسرع ما يمكن، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيت. واحد تاني. ايه لا لا مش كفاية، بس انا عندي مهمة ولازم اخلص منها الليلة. Thank you.
الثنتين والثالث. حاجات كتير فرضها عليا الزمن وانا بفرض عليك تشربي. عندك حق، ما انت والزمن واحد. انت بتتريقي؟ لا ابدا، هي دي الحقيقة. عايز حاجة تانية؟ انا تحت امرك. انا عايز اخلص من المهمة دي بقى. انا كمان عايز اخلص، ما انا هو تحت امرك. ما انت مشتريني بفلوسك، قصدي ابوك اشتراني ليك. جسمي اهو تحت امرك، بس هفضل طول عمري عقلي بيحتقرك. مش محتاج تعمل كده عشان توريني قوتك، على الاقل انت قوي بفلوسك. هغفر لنفسي اللي عملته فيك. انا كنت متخيله ان احلاقيك ارق من كده، او على الاقل تعاملني كانسان. انا المفروض اني مراتك، اسفه لفتره. مش حرام عليك تبقى انت والزمن على هيك؟ ولا يعني فلوسك اللي مديالك الحق انك تعمل اي حاجه؟ ارجوك ما تجيبيش سيره الفلوس. اقسم لك انا عمري ما فكرت في كده، بس انا جوايا حاجات كتير قوي ملخبطاني، ومع ذلك انا هفضل طول عمري ندمان على اللي عملته فيك. انت باين عليك تعبان قوي، استريح، شارب كتير. شكرا قوي يا دكتور. لا العفو، ان شاء الله اشوفها الاسبوع الجاي. خلاص كله تمام. ها بيتا ماشي، يلا اشوفها الاسبوع الجاي. باي باي. ادخل البعض يا دكتور؟ لا استني لما اخلص المكالمه دي وانا هضرب لك الجرس. حاضر يا دكتور. رابع مرة من ساعة ما نزلت رحت العيادة وانت تكلمني عشان تقولي وحشتني قوي. ايه يا دكتور؟ هي العيادة فاضية ولا ايه؟ ابدا والله، ده انا عندي زباين كتير قوي. حتى تعالي شوفي. طب شوف شغلك بقى وما تكلمنيش تاني احسن. والله هرفع السماعة. لا اوعي، احسن اسيب العيادة واجيلك. طيب هشتغل وحياتك عندي. حاضر.
ايه رايك في المكان؟ حلو؟ حلو باللي فيه. يعني مبسوطه؟ جدا. ولو ان لو كنا في البيت كان احسن. ليه؟ لان لما ابقى معاك لوحدنا بحس بالامان اكتر. هي هي احلام قدرت اوصل لك الاحساس بالامان وانت معايا. تعرف اول مره شفتك فيها اخدت عنك فكره، بس انت غيرتها دلوقتي خالص. انا اسفه يا مدام، انا شفت الدكتور احمد افتكرتك امان. اصلي يا اهلا يا ليلى، ازيك يا محمود؟ الحمد لله، وحشنا قوي يا دكتور احمد. وانتوا كمان. يبقى خلينا نشوفك يا دكتور، وهات معاك امال احسن، وحشاني قوي. باي باي يا دكتور. سعيد يا مدام. انا اسفه. على ايه؟ على اني سببت لك اي احراج. بالعكس، انا نفسي تكوني مقدره موقفي. ما تزعليش اني ما قدرتش اقدمك ليهم. هو ده الطبيعي، يعني كنت هتقدم لي وتقول لهم ايه؟ شفت ان البيت بالنسبه لي احسن؟ انا قلبي مش مستريح، حاسه ان في حاجه، وانا عمري احساسي ما كذب. يا حبيبتي ما تخافيش، انا كل اللي عاوزه لازم هيحصل. بس انا خايفه يا عمي لا يتعلق بيها. بلاش عبط، احمد ابني وانا مربيه، مش ممكن يعمل حاجة أنا مش موافق عليها. ما يمكن هي اللي تلف عليه. زي ما اشتريتها بالفلوس أخليها تسيبه بالفلوس. ده إذا حصل، ولو إني واثق إن أحمد بيحبك. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك انا عاوز اوضه على البحر. انا مدام. عشان ننتهي ونخلص. بقالنا 5 سنين متجوزين، عمره ما اتاخر عن العياده ساعه واحده. اشمعنى لما كان معايا كان بيحترم كل مواعيده؟ طب بس هدي نفسك، هدي نفسك. تقدر تقول لي حضرتك المرضى
صعبان عليك المرضى؟ مرضى سرحانة في ايه؟ قول لي انت الاول، كنت بتفكر في ايه؟ بفكر ليه الايام الحلوة واللحظات السعيدة بتعدي على الانسان بسرعة غريبة؟ احساسنا بالسعادة هو اللي بيخلي الزمن بالنسبة لنا بيتلغي، علشان كده بنحس ان الوقت عدى بسرعة. خسارة انك ما كملتيش تعليمك. نفسي اطلع دكتوره، كنت حاسه ان الطب اعظم مهنه في العالم، لكن يا خساره. تصوري لو ده حصل كان ممكن نتقابل في ظروف تانيه خالص. يا ترى علاقتنا كانت هتبقى ازاي؟ كنت اكيد احبك برضه، لان الحب ده قدر. عارفه كل راجل وست عباره عن شيء اتقسم نصين، ودايما كل نص يدور على التاني، ولو حصلوا واتقابلوا بيبقوا اسعد اتنين في العالم. أنا حاسس إنك نص التاني. لا يا أحمد، أنت زوج وليك حياة، وأنا مجرد مرحلة في حياتك ولازم هتنتهي. بلاش نهرب من الحقيقة ونعذب نفسنا. مش لازم ننسى إن إحنا بنمثل رواية هتنتهي مع نزول الستارة، وكل واحد هيروح لحاله. أنت غيرت فيا حاجات كتير قوي يا أحلام. اعتبرني حلم في حياتك ولازم تصحى منه. ايه رايك لسه بدري، ما تيجي نقعد لنا كمان يومين؟ تعقل بقى، انت سايب المستشفى والعياده بقالك 5 ايام. مش هيجرى اي حاجه لو بقوا 7. لا هيجرى كتير، يلا بقى لازعل منك. اعمل ايه؟ ما اقدرش على زعلك. داخلين على طريق المنصورة. أيوة. طب ممكن أطلب منك طلب؟ ربنا يخليك. أمري. عايزاك تمر على أمي وأختي وتقول لهم إنك أنت كنت معايا في الكويت، وإن أنا كويسة وبسلم عليهم وتطمني عليهم، وأنا هستناك بره في العربية. حاضر. ربنا يخليك. انتي ليلى مش كده؟ ايوه انا، وحضرتك مين؟ انا من طرف قبل احلام. قبل احلام؟ يا ماما يا ماما، في واحد من طرف قبل احلام. قولي له اتفضل. اتفضل. كويسه ومكلفاني ان انا اجي اطمن عليكم. الله يطمنك. وهي صحتها كويسه؟ مبسوطه؟ الحمد لله يا فندم كويسه. وحضرتك ما يلزمش اي مساعده اي خدمه. هو حضرتك راجع لها تاني هناك؟ ايوه فندم. سلم لي عليها، قول لها امك بتفكر فيك وبتدعي لك ليل ونهار. وسلم لي انا كمان، قول لها ليا بوسك من هنا ومن هنا، وكمان قول لها ان انا بعد الايام لغايه لما هي ترجع. حاضر. اتفضل يا فندم. انا معايا يا ابني والحمد لله، دي بتبعت لي كل شهر. ما هي برضك اللي بعتها. اتفضلي. ميرسي قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. صحيح يا احمد، ماما صحتها كويسه؟ اي والله العظيم. يا ترى عاملين ايه من غيري؟ ابدا كويسين قوي، بيسلموا عليكي. برتحكي بقى امال. حاضر. عشان خاطري. ربنا يخليك. السلامة.
بالله على السلامة. ازيك يا أحلام؟ الله يسلمك يا حسن بيه. جاي منين؟ احنا كنا في اسكندرية. عظيم. الهدوء والانسجام مطلوبين، بس ربنا يجعلهم بفايدة. أنا مش هزعجكم كتير، أنا كنت جاي في شغل، حبيت أطمن عليكم وأشوفكم عاوزين حاجة. متشكرين يا بابا. تعالى. هو ده اللي اتفقنا عليه يا أحمد؟ يا بابا لازم تقدر حضرتك إن إحنا بني آدمين، مش حيوانات اللي تحبس في زريبة لحد ما نعشر. كان لازم نخرج شوية. وافرض حد شافها معاك، عاوز تجيب لي نفسك تهمة ويقولوا عليك إنك راجل هلاس وبتخون مراتك؟ ما تنساش حضرتك إنها مراتي برضه. لا! اوعى اسمع منك الكلمة دي تاني. دي زوجة لأجل المسمى. فاهم يعني إيه زوجة لأجل المسمى؟ فوق لنفسك يا دكتور. لازم الراحة التامة خصوصا في فترة الحمل الأولى. اه لو ما كنتش دكتور. ليه؟ ما كنتش هسمع كلامك واتربط في السرير الرابطة دي. طب اتفضلي افتحي بقك بقى. ايش ايش؟ انت كمان بتعرف تقلي بيت؟ اه بس تصوري برضه بتقف على ساعتي تاني مرة. طب وليه عملت كده؟ مش عارفة ليه. بتفكر في ايه؟ بفكر فيكي. في ايه انا؟ مش عارف هعمل ايه من غيرك يا احلام. انا تعودت عليكي. بكره تنسى فرحتك بابنك، هتنسي كل حاجه. ابدا بالعكس. ارجوك يا احمد، قلت لك بلاش نتكلم في الموضوع ده. تبي ما بتحبنيش. الله يسامحك، ده انا عمري ما حبيت حاجه في حياتي قد ما حبيتك. مستحيل ابني سعادتي على تعاسة أمل. أنت كمان ما ترضاش بكده. إحنا ممكن. لا مش ممكن. وإن أنت رضيت أنا مش هرضى. أنا رايح العيادة، مش عايزة حاجة أجيبها لك وأنا جاي. ما تتأخرش عليا. ولا احمد؟ هما الاثنين. طب انا هسيبك دلوقتي عشان عندي حاجات مهمه عاوز اخلصها. اتفضل حضرتك. عمي. ايوه يا امال. دلوقتي اظن المفروض بقى احمد يجي يعيش هنا على طول. طبعا. والطلاق هيحصل امتى؟ اول ما تخلف ونستلم الطفل هيطلقها وهدفع لها المبلغ اللي متفق معاها عليه. هو ده المظبوط. وقلبت الدنيا على ما لقيت لك بطيخ. ما نفسكيش في حاجه تانية؟ متشكر قوي يا حسن بيه. متشكر على ايه؟ ده اللي مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه؟ انت انسانه عظيمه، ربنا يبارك لك في شبابك وفي صحتك. انا متهيألي هنشوف الخير كله على وشك. ربنا يخليك يا حسن بيه. انا كنت عايز اسال حضرتك. ايوه. يا ترى بعت فلوس لامي؟ طبعا بعت لها حواله بريديه ب 200 جنيه اول الشهر باسمك. استني يا ستي، وادي الوصله اهو. بقول انا هجيب واحده تقعد جنبك وتخدمك، لان امل رجعت و...
من الطبيعي احمد هيبقى مرتبط بمراته. اه طبعا. فينا اللي خلاك تعيطي؟ طبعا انت ما فطرتش. في الحقيقه اخسى عليك، مش كنت تقول لي اول ما جيت طب هروح احضر لك الفطار؟ خليكي جنبي، انا مش عايز افطر. وبعدين بقى انت هتعمل زي عيل صغيره، لازم تفطر. طب اديني بوسه عشان اسيبك. لما تفطر وتشرب اللبن وانبسط منك هبقى اديك حاجه حلوه. عجبك أكل الطباخ الجديد؟ مش بطال. يا أم الخير فين؟ راحت العزبة، وعمي بعت السفرجي والطباخ دول مؤقتا الفترة دي. وما حدد لهمش أصناف الأكل كمان اللي لازم يقدموها؟ قول لي يا أحمد. أيوة. أنا حاسة إنك اتغيرت. في حاجة؟ اتغيرت؟ إزاي يعني؟ حاسة إن في شيء انكسر جواك. مين قالك كده؟ مش لازم حد يقولي، أنا حاسة بكده وعمري إحساس الزوجة ما يخيب. صدقيني مفيش حاجة أبدا، أنتي بس بيتهيألك.
انا اصلي تعبان شويه في الشغل، ادي كل الحكايه. حقيقي؟ اه طبعا. انا عمري كتبت عليكي؟ يا ريت. الو احلام، انت صحيح فطرتيني الصبح، بس نفسي تعزميني على العشاء، ممكن؟ يا ريت، بس انت مش شايف انك لازم تتعشى معاه النهارده؟ انت موافقه تعزميني ولا لا؟ كده؟ طيب انا هخلص العياده واجيلك جري. يحصل بينك وبين مراتك اي زعل بسببي. عارفه يا احلام، انا عمري في حياتي ما حسيت بالندم الا دلوقتي. ندمان على ايه يا احمد؟ ندمان على اني ما قابلتكيش من زمان. ما كانش ممكن هتقابلني ابدا الا في الظروف دي. وندمان على اني اتجوزت امال. لا يا احمد ما تقولش كده، انت شارب كتير ومش عارف اللي بتقوله. بالعكس، انا بقول اللي جوايا بصدق لاني شارب. انا اتربيت مع امال وعشنا مع بعض. انا عمري في حياتي ما عرفت ست، كنت واخد الحياه جد قوي، كنت عايز انجح في شغلي. لما بابا قال لي اتجوزها وافقته على طول، لاني عمري ما رفضت له طلب ولاني كنت بعزها. لكن دلوقتي عرفت ان الفرق كبير قوي بين انك تحب حد وانك تعز حد. انا معاك يا احلام، بحس باحساسات غريبه قوي، بحس انك حبيبتي امي. ايوه بس انا مش ممكن ابقى مامتك لاني مش كبيره قوي للدرجه دي. انت ما بتحبينيش يا احلام. انا فعلا ما كنتش عايزه احبك، لكن حبيتك غصب عني. ارجوك يا احمد، انا عايزه اخرج من حياتك من غير ما احس اني سببت لاي حد احساس بالالم. كفايه اللي هيبقى جوايا، كفاية، لأن ده قدر وأنا راضية بيه.
ارجوك يا احمد انزل وراها زي ما جت لوحدها تنزل لوحدها. ارجوك يا احمد ابوس ايدك انزل وراها انزل وراها وصلها عشان خاطر انزل وراها. هي برضه معذورة وبعدين أنا علشانك استحمل أي حاجة في الدنيا. أنت أعظم إنسانة في الدنيا. صباح الخير. صباح النور يا فندم، أي خدمة؟ قولي لي انت متجوزه؟ ايوه يا فندم. ومخلفه؟ ايوه. ليه في حاجه؟ عال عال شوفي بقى، انا جاي لي اول حفيد قريب وهيكون ولد ان شاء الله. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. عاوزك تجيبي لي كل الحاجات اللي تلزم مولودي الجديد، بس احلى حاجه واغلى حاجه ومن كل حاجه دسته، فاهمه؟ ده حفيد حسن المنشاوي اهي. دي بقى لف فوق قوافيل عشان النونوت. الله. ودي جاكيتات عشان دي بودره بقى تحطها له دايما بعد الحمام. ايه رايك؟ حلوين؟ حلوين يا سلام. انا مستني المولود ده فارغ الصبر. ده الانسان الوحيد اللي احبه اكتر منك واكتر من احمد 60 مره. حقيقي. اعز من الولد ولد الولد. مالك يا مال؟ انا عايزه اطلق يا عمي. بتقولي ايه؟ خلاص. مش هقدر اعيش معاه بعد كده. اوعى اسمعك تقولي الكلام ده تاني. صدقني يا عمي احمد ما بقاش يحبني ولا انا كمان بقيت احبه. في شيء بينا ضاع. ايه الكلام اللي بسمعه منك ده يا امال؟ بقى انا اللي بقول عليك يا عاله تيجي على الاخر تبوظي كل اللي عملناه. يا عمي انا ما بقتش عايزه حاجه. ايوه انا فاهم كل حاجه، بس عاوزك تصبري وتسمعي كلامي وكل شيء هينتهي زي ما انا عاوز وزي ما انت عايزه. لازم تستحملي اكتر من كده. ايوه 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 دلوقتي انا هفهمك تعملي ايه. بس 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 الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. واخبار احلام؟ كله تمام. مالك يا بابا؟ زعلان منك. حضرتك شفت امال؟ ايوه وحكيت لي على اللي حصل وعشان كده انا زعلان منك. ليه؟ كنت متوقع ان الدكتور يبقى اعلم من كده ويعالج الامور بحكمه مش بتهور. حضرتك سمعت وجهه نظر واحده. مهما كان ما تمدش ايدك على مراتك. وهي ليه تسمح لنفسها تين انسانه ما غلطتش فيها؟ يا ست المفروض كلنا نعملها بمنتهى الرقه، خصوصا امال. انت بتدافع عن احلام بالحماس ده كده ليه؟ لا ابدا، انا بدافع عن الحق. طيب هنكمل حديثنا في السكه.
انا كمان عاوز اطمن على احلام. حاضر، دقيقة واحدة بس هغير هدومي. خلاص هانت. بلاش من اهدى، ما تتعبنيش يا بابا. الولادة في المستشفى اضمن واسلم من البيت بكتير، محدش يعرف الظروف. ظروف ايه؟ انت هتعملها لي الشغلانة؟ كل الستات عندنا بيولدوا في دارهم، انت نفسك اتولدت في البيت. يا بابا المستشفى فيها استعدادات ومعدات مش موجودة في البيت. هات كل اللي يلزمك، انما ولادة في المستشفى لا. ليه؟ لازم الحكاية دي لازم تتم في السر، مش عاوز اي مخلوق يعرف عنها اي حاجة. يا بابا ارجوك تفهمني، اذا كنت خايف تولدها ابعت اجيب ده يتولدها. خايف عليها قوي كده ليه؟ لا ابدا، انا خايف بس تحصل مشاكل احنا في غنى عنها. مشاكل ايه اللي ممكن تحصل؟ عمي كلامه مظبوط، كل الستات بتولد في مستشفيات. هو انت اتكل على الله، ما بقاش قلبك خفيف. شد حيلك يا بنت امال، مش قادره. معلش استحملي شويه يا حبيبتي، مش قادره. يا رب بموت يا حبيبتي. ولازم اخده قبل ما تصحى وتشوفه، مش لازم تعرف اذا كانت ولد ولا بنت. يلا
خد ابنك يا امال، خد ابنك. اسمع هتستنى معاه؟ اه طبعا لانها لسه تعبانه. طيب طمنها على الفلوس وانا هرجع تاني عشان الموضوع كله. الحمد لله على سلامتك يا أحلام. الله يسلمك ولد، أنا قلبي حاسس. مش كده؟ حلو يا أحمد، عيني لونها إيه؟ أمال هو فين؟ روح هاته، نفسي أشوفه. مالك يا أحمد؟ ساكت ليه؟ الحمد لله على سلامتك انت يا احلام. في ايه؟ انا مش سامع عياطه، هو فين؟ سافر. سافر؟ بابا اخده وسافر بالبلد. ليه استعجل؟ من غير ما المسه، من غير ما اشوفه، من غير ما اشيله. حرام عليك يا احلام، ما تعمليش في نفسك كده. ايوه يا عم. الولد فين؟
لسه نايم. كل كويس يعني نفسي اكلته. وبعدين انا لازم اجيب له حد يرضعه. زي ما يعجب حضرتك يا عم. ايه مالك مش مبسوطه ليه يا ام حسين؟ انا ام حسين طبعا. تفتكر الكلمة دي تسوى ايه بعد احمد ما راح؟ راح؟ راح ازاي؟ ايه اللي بتقولي ده؟ هي دي الحقيقة عني. انت جبت لي عيل مانيش حاسة بيه، مفيش بيني وبينه اي ارتباط غير كلمة، كلمة بكتب بيها على نفسي وبنكذب بيها على الناس. انت خدت مني احمد، خدت جوزي، خدت اللي كان حبيبي 5 سنين. احمد مجاش، انا عايشة مع عيل وجوزي عايش مع واحدة تانية. انت حققت كل اللي انت عايزه بس كسرت الحب اللي بيننا. ما تقوليش كده، احمد هيجيلك وانا لازم اجيبهولك. انا مش عايزك تجيبهولي والحب اللي في قلبه انتهى. صدقني مش هبقى سعيدة ابدا. احمد هيرجعلك ويحبك. انا هنزل بكره مصر هخليه يطلقها وادفع لها فلوسها وتمشي، ويرجع لك وهو بيحبك وتعيش معاه هو وابنه، وانا بقى ارتاح ارتاح بعد ما حققت لكم كل املكم وشفت حفيدي. ازيك يا بابا؟ اهلا يا احمد ابن حلال مصفي. انا كنت هنزل لك مصر النهارده. ده انا اللي جيت لحضرتك في موضوع مهم. عارف كل اللي هتقوله وانا جاهز. ما افتكرش حضرتك عارف انا جاي ليه. ليه؟ لان احلام عايزه تشوف ابنها. ابنها؟ ابنها ده ايه يا بابا؟ انا وعدتها بكده. تجرى لك حاجه في عقلك يا دكتور؟ ده ابني وابنها ومن حقها انها تشوفه. لا مش من حقها انها تشوفه. ازاي؟ هو كده الولد ده ابن امال، وانا اتفقت معاه على كده وهي وافقت، وانا هديك دلوقتي الفلوس علشان تديهم لها، انما تشوفه من رابع المستحيلات. وانا بقول لحضرتك انها لازم هتشوفه وحاطه ليها دمها. ما تعليش صوتك عليا يا ولد. انا اسف يا بابا، بس هتشوف ابنها وهيعيش معاها. مفيش قوة في العالم هتاخد مني الولد ولا من امال. لا هاخده، وان ما خدتوش انا هطلع واقف وانا هقول قدام اهل البلد كلهم، هحكي لهم عن الحكايه واقول لهم عن اتفاقك، وانك اشتريت العيل ده بفلوسك، وان العيل ده مش ابن امال. اتفقنا؟ بقى كده يا احمد عاوز تطلع قدام البلد وتفضحني؟ عاوز تفضح مراتك وبنت عمك وتطلعها كدابه وتشهر بيها قدام الناس؟ يا اخي تربيتي ليك وحبي ليك يا احمد، ليه يا ابني تخلينا مد ايدي عليه؟ على الدكتور اللي بحبه وافتخر بيه. انا اسف، ارجوك سامحني. انا لا يمكن كنت هعمل حاجه زي كده، انا بس انفعلت شويه. وحضرتك لو كنت سبتني كنت تراجعت. تفتكر حضرتك اني ممكن امسك؟ ابدا. بس بالرغم من كده احلام عايزه تشوف ابنها يا بابا، ده من حقها. خلاص خلاص يا ابني سيبنا اتصرف، انا حقنعها على طريقتي الخاصه. انا تحت امرك، بس انا مش هرجع مصر غير وحضرتك معايا.
خلاص بكره الصبح هنسافر سوا، اطلع استريح شويه وسيبني لوحدي، سيبني لوحدي. الحمد لله على سلامتك. ابني فين يا احمد؟ عندي في العزبه عند جده. انت مش وعدتني انك هتجيبه عشان اشوفه؟ وانا وعدتك بعشرين الف جنيه وانا عندي وعدي. مش عايزاه. امال عاوزه ايه؟ عايزه ابني. ابنك ده ايه؟ احنا اتفقنا انك تنسي الكلمه دي خالص. انت ليكي حق واحد عندي بس اللي هو الفلوس، غير كده لا. لا انا ليا حق في ابني، ليا حق في اللي عاش معايا في نبضي وفي دمي، ده اكل وشرب معايا، هو ده حقي الوحيد. انما الفلوس انا مش عايزاها، مش عايزه فلوس العالم كلها. اسمعي يا احلام، انا مستعد اديكي كل اللي انت عاوزاه، كم يكفيك؟ ارجوك يا حسن بيه ما تكلمنيش على الفلوس. انا صحيح كنت عايزه فلوس لاني كنت فقيره، دلوقتي انا عايزه الفقر، وعايزه ابني، وعايزه اشحت بيه، اتوسل اليك، ابوس ايديك. ايه بس المطلوب مني؟ ايه اللي اقدر اعملهولي؟ ولا حاجه، اعيش جنبه، اشوفه، اشيله، اربيه، واعيش جنبه خدامه، ومش هتكلم، اوعدك اني مش هتكلم. انت بتقول ايه يا احلام؟ أرجوك. انا مش ممكن اقف على ارجوك يا احمد، ارجوك، اذا كنت بتحبني حققلي ده، حققلي ده. انا ما ارضكيش. انت مراتي، ازاي اقبل انك تيجي شغاله لابننا؟ معلش ده قدري، معلش. يعني ايه قدرك؟ انا لازم اغيره؟ مش ممكن. قلت ايه يا حسن بيه؟ اسمعي يا احلام. نعم. لازم تفهمي ان امال مرات احمد بنت اخويا. حاضر. وانا عمها، انا اللي مربيها ومسؤول عنها. وعلشان تيجي عندي في البيت تشتغلي دادة للولد، لازم احمد يطلقك. موافقة، أنا موافقة، أنا موافقة يا أحمد، طلعني يا أحمد، أنا موافقة. إزاي يا أحلام تقوليها بالبساطة دي؟ فين اللي جنبنا؟ فين الحب؟ فين اللي قلناه 9 أشهر؟ أنا بيني وبينك حب كبير، لكن في حب أكبر ما حسيتوش إلا دلوقتي. أنا هشوفك فيه وحدي كل حبي ليك لابني أحمد. أنا بطلبها منك، مش هو اللي بيطلبها. أرجوك أرجوك تطلقني، ارحمني وطلقني، أرجوك يا أحمد، ما تعذبنيش أكتر من كده. ولا يا أحمد أرجوك. مش ممكن يا أحلام، اللي بتطلبيه ده صعب. ده الشيء الوحيد اللي بطلبه منك، وده الشيء الوحيد اللي هيساعدني. بقى أنت هتبقي سعيدة بكده؟ أيوة يا أحمد، أيوة. أصعب كلمة في حياتي هقولها لك علشان أساعدك. خلاص؟ ارتحت؟ حققت كل اللي أنت عايزه؟ اتجوزتني وطلقتني؟ بس أنا هحاسبها علشانها مش علشانك. أنا لولا هي ما كنتش وافقتك على حاجة أبدا. أرجوك تفهم ده كويس. بكل حبي ليكي، بكل الألم اللي جوايا، انتي طالق يا أحلام. أنا مستنيكي بكرة.
جيتوا متأخر قوي. خلاص كل شيء انتهى. فيه بابا فين؟ روح حصله، يمكن تقدروا تشوفوه لآخر مرة. ما شفتوش